حسن الحاج، في عمري 26 سنة، شاب طالب في كلية العلوم بدار المراز، أدرس الرياضيات. وأنا يعني نشأتي كانت في قرية بسيطة جدا وناسها بسطاء، قرية أم جنيبة الرائعة. وكذلك بعد تحولت درست في مدن أخرى، وبعدها الآن في فاس، يعني أدرس وأعمل كرياضي محترف في الذاكرة، وكذلك أساعد الناس على أنهم يطوروا قدراتهم الذهنية والفكرية، وكذلك في محاولة أنهم يستعملوا ذاكرتهم ويتعلموا أكثر. وهذا هو الهدف ديالي والرئيسي في الحياة. كذلك مشاركتي بالنسبة لأناس خارقون ولا أناس مذهلون، وجبيتشني اليودي في روسيا، كانت تجربة رائعة ومذهلة جدا، ستبقى راسخة في ذهني لطول حياتي إن شاء الله. وأنا ممتن جدا 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 باللقاء بهؤلاء الناس الخارقون من جنسيات مختلفة من أنحاء العالم، والتباري معهم يعني، ولكن الأجواء اللي كانت في الباكستيج في الكواليس كانت رائعة، صداقات، كانت تبادل المعلومات، وكل واحد كان مميز بطريقة ما. وهذا ما سأوصله للناس، هو أنه كل شخص عبقري بطريقة ما. كل ما عليكم هو أنه تكتشفوا تلك الموهبة وأنه تصقلوها وتطوروها وتصلوا بها للنكست ليفل، يعني المستوى أعلى. وهذا هو الملخص يعني على التجربة ديالي، وأنا سعيد جدا لتمثيل بلدي المغرب وقارتي الإفريقية في تلك البطولة، وأكون أول مغربي عربي إفريقي أمازيغي يعني أمثل هذه القارة في بلد يعني أوروبي في روسيا، وأفوز يعني بهذا اللقب، يعني شيء مبهر جدا وشيء أعتز به وسعيد جدا بهذا الإنجاز. بالنسبة للبطولات كنت أشارك، يعني كنت أشارك في بطولات دولية في الذاكرة، لكن برنامج أوجيفيتشني اليودي أو أناس مذهلون أول تجربة لي، يعني بالنسبة للبرنامج يكون تلفزيوني، والحمد لله تفوقت وأنني قدمت أداءات يعني كانت جيدة جدا وأبهرت الجمهور الروسي وصوتوا لي، يعني هذا شيء رائع وأعتز به. في الأدوار يعني الأولى كنت درت الماتريوشكا، والماتريوشكا شيء عندهم مميز وشيء في ثقافتهم، وشيء يعني يعتبرونه من الحوايج اللي عندهم في ثقافتهم ويعتزوا به أكثر. فأنا قمت بهذا الاختبار ونجحت فيه، بعد ما قدرت نتذكر يعني 250 قطعة من الماتريوشكا مفرقة 50 عائلة، ويعني وتذكرتها في 5 دقائق، وفعلا شيء أبهر الجمهور لأنه شيء رائع ومذهل جدا. وكذلك يعني بالنسبة للفاينل كانت رهيبة، لأنني قمت بشيء أكبر اللي هو 300 بيضة، يعني كلهم كيتشابهوا وخاصني نعقل ونميز بيضة واحدة من 300. حتى هو كان اختبار صعب جدا، وهو دراسة علمية في أحد الجامعات، يعني لم يعني الدكتور اللي كان في لجنة التحكيم كان ذكر هذا الأمر، هي كانت تجربة علمية في أحد الجامعات، وأنني تمكنت أنني نهرس لهم هذه الدراسة العلمية فعلا. وهذا شيء علم، هو تدريب، هو أي إنسان ممكن يوصل له، فقط أنه يدرب دماغه ويقرر. لأن فاش كتكتب أهدافك كلها، المسافة بينك تلك الأهداف وتحقيقها هي هذه المسافة، هي الدماغ. بالنسبة لي لهذه الموهبة هذه، يعني أي واحد عنده ذاكرة قوية، وهذا الشيء الناس اللي ما عارفينوش. كل ما في الأمر أنني اكتشفت أن لدي ذاكرة قوية، وبحثت ودرست وتعلمت وقرأت أكثر من 100 كتاب فقط على الدماغ، وتعلمت استراتيجيات، وتعلمت كيف أنه أتعامل معه، وكيف أن المخ يشتغل، ودرست أكثر، ومن بعد دربت راسي وطبقت. فهذا اللي أعطى هذا الأكل، يعني أنني أتوج بهذا اللقب، يعني ليس بصدفة. الرسالة اللي كنت باغي نوصل للناس والإنسانية جمعاء من خلال الفاينل، من خلال النهائي، كانت يعني حلاش اختاريت البيض فعلا، لأن البيضة إلا تهرست من برا الحياة تنتهي، لكن البيضة إلا تهرست من الداخل الحياة تبتدئ. فكل الأفكار العظيمة في هذه الحياة كانت في يوم ما فكرة، أحد فكر فيها وأمن بها
وعمل من اجلها وحققها. سو هذا ما يعني اظنه يعني المساله مساله اعتقاد بانك ممكن ان تنجح فقط. ممتن فعلا لهذه الاجواء والناس فرحانه في بلد المغرب، وانا سعيد جدا انني مغربي واسعد بانني حققت هذا اللقب، وان شاء الله القادم افضل بكثير. وهذا يعني ان شاء الله ترقبوا فقط القادم، لان القادم افضل بكثير ان شاء الله، وامثل بلد المغرب في مناسبات ودوليه اخرى ان شاء الله باذن الله.